تمام. طيب بصوا بقى كده الجدول اللي عندنا مكتوب في اول الجدول فوق المسل بين، عشان في سيكشن بيتاخد كده للمسل، مسل استريم شد عضلي ومش عارف ايه والكلام من ده. الجدول اللي عندنا المسل بين مكتوب فوق هنا المسل بين، ماشي لحد الكمفورت. تبقى كده 1 2 3 4 5، دي بتاعت العضلات اللي هي الكريمات بتاعت الايه العضلات والروماتيزم، وينتر جرين اويل، كابسكم، تربنتاين اويل، منسون، كامفور اويل لحد السبلمنت. دول يا جماعه الخمسه اللي احنا بنعالج بيهم مين؟ العضلات. كلها حاجات عدت علينا، يعني مثلا الميثايل سلساليت اللي هو الوينتر جرين اويل، ابو فاس او فيكس، ها؟ اول حاجه اول كريم مشهور للعضلات. وينتر جرين اويل ده عباره عن مكوناته ميثايل سلساليت. تمام؟ اعرف لي بس دي كده ميثايل سلساليت. وانزل على السطر الثاني اعمل بيه الميثايل سلساليت، انتي انفلاماتوري، انتي روماتيك، اعمل منه مراهم وكريمات. روبافاشنت، يعني ايه روبافاشنت؟ حاجه بتحسن بتحمر الجلد. يعني ايه بتحمر الجلد؟ هتعمل ريدنس للسكن نتيجه الدايليتيشن للبلاد كابيلاريز. فتبتدي ايه؟ الحاجه اللي بتحسن الدوره الدمويه بتقلل السويلنج والبين. ها معايا؟ زي البيلبيري، البيلبيري اللي كانت بتعالج الجاوت. احنا قلنا البيلبيري كان فيها ايه؟ انسوسيانين، صح؟ والانسين بتحسن الدوره الدمويه فبتعالج الايه؟ السويلنج والانفلاميشن. دي زيها. روبافاشن بريديوس ريدنس اوف السكن، هنطلع فيها دايليتيشن الكباري فبتزود البلاد سيركيليشن. بس مشكله الميثايل سلساليت عدى علينا كتير، توكسيك، ما ينفعش ابلعه، ما ينفعش احطه على اوبن وون، جرح مفتوح، تمام؟ ما ينفعش ابلعه ولا يتحط على جرح مفتوح. طيب الكابسكم الشطه فيها فينوليك امايد او الكالويد اسمه الكابسيسين. الشطه بتحمر الجلد، كاونتر ايريتنت، بيحطوها بلاستر ولزق طبي ومراهم وكلام من ده، نفس الميكانيزم. هتنزل على السطر الثاني بتقلل السبستانس بي فبتقلل الشعور بالالم، اقول عليها انالجيسك مسكن او اناسيتك مخدر موضعي. يبقى بتعمل ديبليشن للسبستانس بي، فده بيشتغل زي مسكن ومخدر للبريفرال نيرف فايبرز. يعني لو انت جرين اويل بيحمر الجلد، وبرده الكاسكم بيحمر الجلد. تربنتاين اويل تعرف لي اللي هو فيه الفا باينين وبيتا باينين وروبافاشنت، بس يعني نفس الميكانيزم بيحمر الجلد كله زي بعض. المنثول والكامفور اكتب لي جنب الاثنين دول ريفريجرانت، ريفريجرانت الاثنين مع بعض ريفريجرانت. المنثول والكامفور اللي هو اخر او ال او ار، المنثول والكامفور ليه بقى؟ ها من الاسم منثول ده عباره عن ايه؟ كحول. الكحول يا اخوانا بيعمل ايه لما تحطه على الجلد؟ اولا هيحمر الجلد، فتقول عليه روبافاشنت وكاونتر ايريتنت زي اللي فوق، بالاضافه ان الكحول بيتبخر فبيدي كولينج سنسيشن، شعور بالبروده. فبقول ان النعناع المنثول وحاجه زي الكامفور بتشتغل بتو ميكانيزم، تحمر الجلد بالاضافه اللي هي ايه؟ بتدي كولينج سنسيشن، اقول عليها ريفريجرانت. المنثول اويل كاونتر ايريتنت يعني روبافاشنت وريفريجرانت. يعني ايه ريفريجرانت؟ بريديوس سترونج كولينج سنسيشن، ماشي؟ الكامفور كتبنا برضه جنبيه ريفريجرانت، الاثنين دول عشان تيجي في الامتحان اللي جاي ده عباره عن ريفريجرانت ويجيب لك الاربعه في الام سي كيو. المنثول والكامفور تركيزه جه السنه اللي فاتت، تركيز اقل من 1%، سيبك من اللي مكتوب، اقل من 1%. ده بيشتغل لوكال، اللي بينكم فين بس؟ لوكال انالجيتك وانستيك. لو كونسنتريشن يعني ايه؟ اقل من 1%، يشتغل لوكال انالجيتك وانستيك. انما زودت التركيز اكتر من 10% ده بيشتغل كاونتر ايرت، ودي بتيجي في الامتحان، واللي بيجي غالبا التركيز ده 11%. انت التركيز اقل من 1% ده بيشتغل مسكن ومخدر، تركيز اكتر من 10% يحمر الجلد. من اول السبلمنت اكتب لي كده جنب فوق السبلمنت او تحتها، دي الحاجات اللي بتعالج الروماتويد والاوستيوارثرايتس. السبلمنت والحاجات اللي تحتها دي بتاعت الاوستيوارثرايتس والروماتويد. تعرف الفرق بين الاثنين؟ ها نقولها كده في الاخر. المهم ايه يا جماعه؟ الفود سبلمنت دي بتتقال في السكيشن بس، تعرفها؟ لو تفتكر الناس بتاخد الشوربه بتاعت الكوارع، اقول لك الكوارع دي مهمه عشان فيها حاجه اسمها كوندروتين سلفيت وهيالورونيك اسيد وجلوكوزا ماين، الحاجات دي موجوده في الكوارع مهمه عشان الايه؟ قشوره المفاصل والروماتويد. بيقول لي الكوندروتين سلفيت ده المكون الرئيسي في الكاو كارتلج في الغضاريف بصفه عامه، مش شرط يعني، هو بيقول لي ده اللي موجود في الكوارع.
وده المكون الرئيسي في اي كارتليج. الكارتليج اللي عندنا برضو فيه كوندروتين صلفيت، فده ده بتاع الايه خشونه المفاصل او روماتويد. جلوكوزاماين صلفيت علمنا على كلمه جلايكوزاماين وجلايكان، بيخش في تكوين حاجه اسمها جلايكوزاماين وجلايكان، اكيد مش فاكرين كان في حاجه اسمها الجيجز او جلايكوزاماين وجلايكان خدتوها السنه اللي فاتت، الكوندروتين صلفيت والهيالورونيك اسيد والهيبارين، الحاجات دي كده اسمها جلايكوزاماين وجلايكان، سلسله طويله من الجلوكوزاماين. السؤال لو جالك هنا هيقول لك هي موجوده فين بس، فتعرفت ان الجلوكوزاماين موجود في القشر بتاع الجمبري شريم والكراب الكابوري. الكولاجين ده البروتين اللي موجود في الكونكتيف تيشو، موجود في الكابج في الكروم. تعال على المهم، المهم الجاما لينولينيك اسيد ده بيقلل التهابات انفلاميشن، وللاسف هتحفظ لي هو موجود فين عشان جابته قبل كده، موجود في الايفنينج بريمروز بورينج سيد اويل والبلاك كارنت سيد اويل، اللي هو الجاما لينولينيك اسيد موجود في الايفنينج بريمروز والبوريج سيد والبلاك كارنت سيد، ثلاث حاجات بيطلع الجاما لينولينيك اسيد. الاوميجا 3 اللي هو موجود في السمك، زيت السمك، وده اشهر يا جماعه حاجه عليها انك لما تيجي تطلع الاوميجا 3 تقول للمريض خدها قبل ما تاكل، لان دايما الاوميجا 3 بتديك كده ريحه زفاره، تخلي الواحد حتى كده نفسه في زفاره وهو المريض ما بيتقبلهاش، فاي كبسوله فيها الزيت بتاع الاوميجا 3 بناخدها قبل الاكل عشان ياكل بعدها اكله اللي هي الرئيسيه وجبه الغداء، فما يحسش بالفيشي افتر تيست، ريحه الزفاره بتاعت زيت السمك، لان الاوميجا 3 عباره عن ايه؟ زيت سمك في السردين والسلمون والكلام من ده. لا انا ما شفتش الار اكس، انا اللي اعرفه اوميجا 3 بلس دي اللي عدى قدامي. ده بيحسن الروماتويد ارثرايتس، تمام؟ اعرف لي، اعرف لي بس اللي هو بيحسن الروماتويد، بديه للمريض الروماتويد وجاي من السلمون والسردين اخر السطر، اوبتين فروم سلمون والسردين. وتنزل على السطر الاخير ان الفيش اويل زيت السمك لازم يتاخد قبل الوجبه علشان افويد الايه؟ ها فيش افتر تيست، تمام؟ الادويه بقى اللي بتعالج الروماتويد كل واحد في حاجه معينه، البوزويليا في بوزويليك اسيد وده بيشتغل مسكن من غير ما يتعب المعده، دي الحاجه المشهوره بتاعته. بوزويليا يعني غالبا مش هسالك عن ماده الفعاله، هو هيقول لك ايه المميز في البوزويليا، اسالك على حته ان ده مسكن من غير ما يتعب المعده، دي البوزويليا بتعالج الروماتويد والاوس ارثرايتس معايا من غير ما تتعب المعده. الديفل كلو مخلب الشيطان، كل اللي سنه في الامتحان ديفل كلو، حاجه النبات يا جماعه وطالع على الارض شبه المخالب بالظبط، شبه الايد كده شكله وحش، فبنقول عليه مخلب الشيطان ديفل كلو. الديفل كلو كل سنه بيقول لك ايه نوع الماده الفعاله اللي جواه، اسمها اريدايد هرباجوسايد، اوعى تسيبها، ديفل كلو عنده اريدايد اسمه هرباجوسايد، وده بيعالج روماتويد ارثرايتس. تعالى على اعراض الجانبيه، تفتكر كده ان ده مخلب الشيطان، مخلب الشيطان هيعمل ايه؟ ها لو جه جنبك، ها مخلب الشيطان. بص يا جماعه هي الفكره كلها هو هيبتدي يعمل لك الرجيك رياكشن، اعراض حساسيه، هي دي المشاكل بتاعته بالاضافه لشويه صفير في الودن والكلام من ده، مخلب الشيطان بقى ها سايد افكت، اير رينجينج، هيديك، صداع. بص بقى هيحصل سويلنج للتنج للسان، فمش هتحس بطعم الاكل، لان ويحصل سويلنج برضو للوز وكل واللبس شفايف، فاحنا بنقول له بنختصر ده كله لحته الايه؟ الالرجي الحساسيه، وتلاقي بقى في صعوبه في التنفس، كل الاعراض بتاعت الالرجي، فاحنا ممكن نختصر السايد افكت للالرجي تمام ونسقه في التيست بس. سكيوتيلاريا، سكيوتيلاريا دي كالينسز، سكيوتيلاريا سيركل الاسم التاني اسمها سكيوتيلاريا. سكيوتيلاريا تعرف ان ده عنده فلافونويد وده كونفيرمد انتي ارثريتك وانتي انفلاماتوري، ده الدواء المؤكد، دي الاعشاب المؤكده اللي هي بتعالج الانفلاميشن بتاعت الروماتويد، تعرف ان هو عنده فلافونويد والفلافونويد دي كونفيرمد انتي ارثريتك وانتي انفلاماتوري، تمام. تعالى على التورميريك او الكركوما، الكركم، الكركم عنده كركمين وده زي الكورتيزون بالظبط، الجرعه بتاعته لازم تجي لك في الامتحان، ها نص جرام ثلاث مرات في اليوم، نص جرام يعني حوالي 500 مللي جرام، نص جرام ثلاث مرات في اليوم، عرفت بس اول سطر، يبقى الكركمين انتي انفلاماتوري افكتيف زي الكورتيزون، نص جرام ثلاث مرات في اليوم. الحاجات دي بتاعت مين؟ بتاعت الروماتويد ارثرايتس وبتاعت الاوس ارثرايتس. ايه الفرق؟ هتلاقي مكتوب عندك ان الاوس ارثرايتس دي خشونه في المفاصل، تيجي امتى؟ ها
غالبا بتيجي الصبح لما يجي المريض يبتدي يقوم من على السرير ويحرك مفاصله هيحس بالخشونه بتاعه المفاصل يطلع السلم مش عارف ايه. ديجنريشن في الكارتلج خلي بالك اللي حوالين العظم طبقه الغضاريف اللي حوالين العظم ده اللي احنا بنسميه الاوسر سايت وده ليميتد للجوينت يعني ما يحصلش غير في المفاصل. انما يا جماعه ايه الروماتويد ارثرايت ده جهاز المناعه بيهاجم المفاصل وحاجات تانية. ده بصوا كده هيحصل مشكله في الكارتلج والعظم نفسه. انما الاوسي ارثرايت الخشونه بتاعت المفاصل دي سهل في علاجها بتبتدي تظبط الكارتلج وخلاص على كده. وجوينت هو اللي بتاثر. انما الروماتويد جهاز المناعه بيهاجم الجسم كله بصفه عامه فيبتدي يبوظ الكارتلج وممكن يعمل مشاكل في العظم ومش بيأثر على الجوينت بس ممكن يأثر على اي اورجان موجود في الجسم. ده اللي هو مريض الروماتويد ارثرايت. اعرفه ازاي؟ بنطلب الار اف او اعمل اكس راي ماشي؟ بيقول لي الجوينت ستيفنس الخشونه بتاعت المفاصل دايما بتبان في الصبح. هو نفس العلاج اللي فين؟ نفس العلاج اللي هم بوزويليا والديبل فلو اللي هي الحاجات بتاعت الروماتويد والاسره بتاعت زي بعض. المسلز العضلات الزيوت الكامفور المنتول تربنتاين دي حاجات العضلات والجاوت اللي اتفقنا اللي هم الثلاثه ماشي؟